ميكرو فريد يقول مثل ما انفاس كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على واحد المثل شعبي مغربي قح اللي هو لا مشى الزين اش غيبقى. لا بغيتوا تعرفوا اش غيبقى خليكم معنا بكل تواضع. السلام عليكم. سلام خويا. غنعطيوك اخو نص مثل مغربي شعبي قح وتكمل لنا النص الاخر. لا مشى الزين هو تيقولوا لا مشى الزين يبقاو حروفه. كيبقاو حروفه وباش عرفتي حروفه؟ وراه الزين تيبقاو العلامات ديال الزين. علاش ما يكونوش ارقام مثلا؟ لا لا تيبقاو الحروف حيت العلامات ديال الجمال تيبقاو الحروف. واش من حرف عزيز عليك؟ شي حرف عزيز عليك؟ واحد. لا ذاك راه رقم بكل تواضع. حرف حرف. وكاين بزاف حروف كلهم عزيزين عليا. كاملين عزيزين عليك. ولما تقول لك راك انت زوينه واخا مشى الزين وبقاو حروف. ونقولها للمدام، نقولها للوالده، نقولها لعائلتي كاملين. بكل تواضع. وبناتي، بكل تواضع. تحياتي. الله يحفظك خويا. غنعطيك واحد نص مثل مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الاخر. اييه مرحبا. لا مشى الزين. يبقاو حروفه. وباش عرفتي كيبقاو حروفه؟ هذا هو المثل كيقول. علاش ما يبقاوش الارقام؟ مثلا كيقولها كالمثال ما عرفتش. واش من حرف عزيز عليك؟ عزيز عليا حرف ديال سميتي. اش من حرف سميتك؟ فاط اف. اف؟ بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. الا مشى الزين تيبقى حيلاتو. اش كيبقاو؟ تيبقى حرافو. حرافو. اش من حراف الاحذيه ولا كيبقاو حروفو؟ حروفو. اش من حرف؟ حرف. من الحروف؟ حرف ليف. حرف الليف؟ ولاش ما يكون الباء ولا التاء؟ واه قلت انا الليف. الليف؟ هو اللي كيبقى؟ هو اللي تيبقى. متاكد؟ لا ما متاكدش بزاف ولكن ما متاكدش. ان بعد الظن ايتم. تحياتي. السلام عليكم. عليكم السلام خويا. قال لك لمشى الزين كيبقاو حروفه. وباش عرفتي حروفه؟ بالزين. علاش ما يكونوش الارقام؟ لا واحد الزين كان. حيت الزين كان. بكل تواضع. بكل تواضع. اش من حرف عزيز عليك في الزين؟ الياء. الياء. وعلاش الياء؟ حيت الوالدة سميتها يامنة. يامنة. يعني عزيزة عليك الوالدة. ضروري. مشى الزين ديالها وبقاو الحروف ديالها. ضروري. بكل تواضع. كندوي معاك بكل رجولة واحترام. تحياتي. غنعطيك نص مثال مغربي وتكمل لي النص الآخر. إلا مشى الزين. حروفه. ها؟ يمشي حروف. كيمشيو حروفه ولا كيبقاو حروفه؟ كيبقاو حروفه. كيبقاو حروفه. اش من حرف عزيز عليك أنتيا؟ ما شي حرف عزيز عليك أنتيا؟ سي. سي. وات سي سميت من؟ سيام. سيام بكل تواضع. اه. متأكدة؟ أكدة. تحياتي.